ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن سيد معوض المدرب المساعد للنادي الاهلي. كابتن سيد برحب بيك في البدايه وببارك لك، فوز مهم جدا وصعب في نفس الوقت على فريق الانتاج الحربي، لكن الاداء كان جيد من النادي الاهلي على مدار الشوطين يا كابتن سيد. الحمد لله، يعني الحمد لله مكسب مهم. الحمد لله الفترة الأخيرة ماشيين بشكل كويس، ده استمرار المكاسب والأداء الجيد. النهارده المباراة كانت صعبة شوية، يمكن الجون الأولاني بعد ما جبناه يمكن ضربة الجزاء لما جت بسرعة هي دي اللي أثرت شوية، إنما الحمد لله اللعيبة قدرت ترجع والشوط الثاني كان أفضل شوية وجات لنا فرص كتيرة. يعني مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا، نحمد ربنا عليها. عندنا مباراة تانية بعد 4 أيام، كل ما بتقرب من البطولة أو بتقرب من حسم البطولة شيء كويس بالنسبه لك. الحمد لله ماشيين في الطريق اللي احنا محددينه وفي توفيق كبير جدا بنحمد ربنا عليه. الشوط الثاني بالتحديد التغييرات يمكن فرقت كالعاده مع النادي الاهلي على مدار المباريات السابقه، تغييرات بتجيب الثلاث نقاط للنادي الاهلي. الشوط الثاني كان في بعض التغييرات واللي ادت للفوز، وكان منهم اسلام محارب واداؤه الجيد وايضا استمرار جونيور اجاييه في الملعب. الفكر بالنسبه للجهاز الفني دايما في الشوط الثاني بيبقى ازاي؟ بص يا امير، كان ممكن اي حد تاني يعني بفرق النقاط اللي موجوده عندك ممكن عادي التعادل بيبقى شيء طبيعي، انما انت لا، عندك حاجه مهمه جدا وعندك هدف مهم جدا هو المكسب في كل المباريات اللي بتلعبها. حتى التغييرات كلها هجوميه، بتحاول تعمل زياده عدديه قدام، وده اللي بيحصل الحمد لله. لو بتنزل بتأدي بشكل جيد وبتزودنا بشكل كبير جدا. يعني طبعا الحمد لله على السلامه الاول من الجابون، كنت متواجد وتابعت فرقه منانا، عايز اخد انطباعك الاول على الفرقه اللي هن شاء الله بتجدها دور 32 من دوري ابطال. يعني فرقه هتلاعبنا ان شاء الله وصعدت للدور ده، هي فرقه مميزه وعلى ارضها الامور هتبقى صعبه شويه، فان شاء الله المباراه الاولى تبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، عليها 70% من الصعود ان شاء الله. فاحنا هدفنا بطوله افريقيا وهي الحلم وهي الاهم خلال الموسم الحالي ان شاء الله، خاصه بعد النتائج والسنه اللي فاتت وان انت لعبت نهائي وخسرت فالامور ما كانتش ماشيه معانا، فهي هدف كبير بالنسبه لنا. فان شاء الله تبقى بدايه جيده، مباراه 6 مارس مهمة جدا على ملعبنا، وإن شاء الله يبقى جمهورنا عامل مهم جدا وله تأثير إيجابي علينا، واللعيبة يكون عندها إصرار زي اللي بيحصل في الدوري وماشيين بشكل كويس. إن شاء الله مباراة يوم 6 مارس يكون عندنا حاجات كويسة ونقدر، يعني مش هنقول نحسم، بس يبقى عندنا هدف إن المباراة مهمة ممكن نقرب بشكل كبير خلال المباراة الأولى إن شاء الله. الأجواء هناك صعبة والملعب حالته إيه؟ طبيعي طبيعي، كل الاجواء في افريقيا واحده، يعني الطبيعي ان انت يعني هم المباراه اللي انا اتفرجت عليها كانوا بيلعبوا في ملعب كويس، بس في اخبار هناك بتقول ان هم ساعات بيغيروا الملعب مع الفرق الكبيره فممكن ده يحصل، فلازم نكون مستعدين لكل حاجه. طبعا الاجواء في افريقيا هي واحده، اجواء صعبه، فالمباراه الاولى هرجع واقول لك برضو هي مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. ربنا يخليك جميعا.